تكريم طلاب قبيلة الدارود، محمد بن أحمد بن سعيد وصنقل الدارودي، أمل بنت علي بن محمود بيت علي سليمان، رزان بنت إبراهيم بن أحمد بيت علي سليمان، ريان بنت عبد الرحمن بن سعيد الدارودي، رؤى بنت سعيد بن مؤمن بيت علي سليمان، هديل بن سالم بن أحمد بيت علي سليمان، العنود بن سعيد بن آدم بيت علي سليمان، ملاك بنت علي بن شروع بيت علي سليمان، هاجر بنت محمد بن سعيد بيت محمود سليمان الدارودي، علي بن محمد بن علي بيت علي سليمان، محمد بن أزود بن محمد حبريش بيت علي سليمان، أحمد بن أرشد بن محمد حبريش بيت علي سليمان، محمد بن عثمان بن أحمد بيت علي سليمان، شهد بن صلاح بن سالم بيت علي سليمان، محمود بن عوض بن آدم صواخرون، عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد بيت شيشة الدارودي، مهند بن ناصر بن محمد بيت شيشة الدارودي، ليا بنت سالم بن أحمد بيت شيشة الدارودي، علي بن عبد الرشيد بن عثمان رير عمر، الحارث بن موسى بن أحمد بيت علي سليمان، محمد بن خلفان بن آدم بيت شيشة الدارودي، خالد بن سلم بن سعيد بيت شيشة الدارودي، حافظ بن سالم بن عبد الله بن علي الدارودي،
إيمان بنت ناصر بن سعيد أفقار الباهنت الدارودي. ومريم بنت محمد بن يوسف بيت علي سليمان. أما الآن تتشرف اللجنة المنظمة للحفل بتقديم هدية تذكارية لراعي المناسبة. ندعوكم الآن إلى تناول وجبة العشاء.